أهلا بكم في تتمة تمارين درس الأشكال الهندسية التوازي والتعامد، الدرس الثالث الصفحة 18. إذن التمرين الأول: ألون كل مستقيمين متعامدين باللون نفسه. إذن باش نعرفوا المستقيمات متعامدة غادي ناخذوا الكوس أيضا وغنقيسوا الزوايا ديال كل مستقيمين. إذن نبداو بهذا. إذن هاد المستقيمين إذن كنلقاوهم هنا كيكونوا زاوية قائمة. هنا أيضا نشوفوا، إذن حتى هنا راه تيكونوا لنا واحد الزاوية قائمة. هنا أيضا، إذن هنا أيضا كيف ما كتلاحظوا كاينة زاوية قائمة، وهنا أيضا زاوية قائمة. إذن هادو مستقيمان متعامدان، إذن سنلونهما بنفس اللون. إذن هذا المستقيم فهو متعامد مع هذا المستقيم. ثم نشوف هادو أيضا، إذن نبدأ بهاد الزاوية. إذن عندنا هنا زاوية قائمة، ثم هنا أيضا زاوية قائمة، هنا أيضا زاوية قائمة، وحتى هاد الزاوية راها بالضرورة غتكون زاوية قائمة. سنتأكد. إذن هنا أيضا زاوية قائمة، إذن سنلونهما بنفس اللون بلون واحد. إذن هما أيضا مستقيمان متعامدان، نلونهما باللون الأزرق هكذا. إذن كيف ما لاحظنا فهما المستقيمان اللي لونا باللون الأحمر كيكونوا لنا أربع زوايا قائمة، أيضا اللي لونا باللون الأزرق فكيكونوا لنا أربع زوايا قائمة. الآن التمرين الثاني: ألون كل مستقيمين متوازيين باللون نفسه. إذن باش نعرف المستقيمات المتوازية سنقيس المسافة بين المستقيمين بالبركار في نقاط مختلفة. إذن غنقيس هاد المستقيمين هادو في البداية، غنشوفو عندنا هاد المسافة، إذن عندنا هاد المسافة اللي خدينا، نقيسهم حتى أيضا من هنا، إذن حتى هنا عندنا نفس المسافة، هنا أيضا نفس المسافة، هنا أيضا نفس المسافة. إذن هما مستقيمان متوازيان، سنلونهما بنفس اللون، نلونهم باللون الأخضر مثلا. ثم نشوفوا هاد المستقيمين هادو، ها شوفوا واش متوازيين ام لا. ناخذوا هاد المسافة، نقيسهم ايضا من هنا، اذا متوازيين، ايضا من هنا متوازيين، اذا هما مستقيمان متوازيان، سنلونهما بنفس اللون. قلنا هذا المستقيم هذا ما كاين معاه من نقارنوه، بقى غير بوحدو. إذن ننتقل إلى التمرين الثالث. إذن التمرين الثالث يقول: أتابع رسم مستقيمات متوازية للمستقيم الأحمر بدون استعمال المسطرة. إذن عندنا هذا المستقيم الأحمر، رسموا لنا هذا المستقيم الأزرق موازي له، أيضا هذا موازي له، إذن غنرسمهم بدون استعمال المسطرة، إذن غنرسمهم غير بيدنا غير بالقلم فقط. إذن ممكن رسمهم هكذا، إذن غنحاولوا نجيبهم مزيان،
انا غلطت هنايا. اذا هادو غنرسموهم غير بشكل تقريبي فقط، حيت ما استعملناش المسطره ممكن ما نجيبوهمش مزيان، ولكن غير بشكل تقريبي وباش نقربو مفهوم التوازو التوازي ونعرفوه. اذا هاد المستقيمات فكلها موازيه للمستقيم الازرق وموازيه لما بينها، اذا كل مستقيم هنا فهو يوازي الاخر. الان التمرين الرابع، اتابع رسم مستقيمات متعامده مع المستقيم الاحمر بدون استعمال المسطره. اذا حتى هنايا ما غنستعملوش المسطره، غادي نرسموا هاد المستقيمات غير بالقلم هكذا، وتكون عموديه على هاد المستقيم الاحمر. ثم هنا ايضا نرسموا هذا هكذا، ثم هنا ايضا. لان هادو تقريبا كنرسموهم غير بشكل تقريبي فقط، ممكن ما نجيبوهمش مقادين كيف ما هنايا راني ما جبتش هذا متقاد، ولكن المهم راه ما مستعملينش المسطره. اذا التمرين الخامس، ألون باللون نفسه كل ضلعين متوازيين في كل حالة. إذا غنشوفوا هنايا في المربع، إذا في المربع فكنلاحظوا على أن هذا الضلع فهو يوازي هذا الضلع، إذا كيمشيو مقادين ما عمرهم تيتلاقاو تيحافظوا لنا على نفس المسافة بيناتهم. إذا المسافة اللي عندي ما بين هاد جوج نقاط هي نفسها المسافة اللي غتكون ما بين هاد جوج نقاط، إذا ديما متوازيين. تنسى نلونهما بالأزرق، ثم هذا الضلع هذا فهو يوازي هذا الضلع، إذا سنلونهما باللون الأحمر مثلا. ثم في هذا الشكل، هاد الشكل غنبداو مثلا هذا الضلع فهو يوازي هذا الضلع، ننسى نلونهما بنفس اللون. ثم هذا الضلع هذا كيوازي هذا الضلع هذا، لان غنلونهم ايضا بنفس اللون. واخيرا لدينا هذا الضلع هذا فهو يوازي هذا الضلع، سنلونهما ايضا بنفس اللون. وفي الشكل الثالث، اذا عندنا هذا المستطيل، عندنا هذا الضلع هذا فهو يوازي هذا الضلع، نلونهما بنفس اللون. ثم هذا الضلع فهو يوازي هذا الضلع، سنلونهما ايضا بنفس اللون. اذا الان نمشيو للتمرين السادس، الاحظ واكمل. اذا عندنا في هذا الرسم هذا اللي كنشوفوه هنايا قدامنا، عندنا هذا المستقيم الأحمر، عندنا مستقيم برتقالي، مستقيم أزرق، مستقيم أصفر، مستقيم أخضر، ومستقيم بني. إذا مثلا كنلاحظوا على أن هذا المستقيم الأحمر فهو متوازي مع هذا المستقيم الأزرق، وهذا المستقيم البرتقالي فهو عمودي على هذا المستقيم الأزرق، تيكون لنا هنا واحد الزاوية قائمة وعمودي كذلك على المستقيم الأحمر. ثم هذا المستقيم الأصفر فهو يوازي هذا المستقيم الأخضر. إذا غنشوفوا شنو اللي مطلوب منا في التمرين. مستقيم متعامد مع المستقيمين الأزرق والأحمر. إذا المستقيم الأزرق هو هذا، والمستقيم الأحمر هو هذا. المستقيم اللي متعامد معهما أو عمودي عليهما ويشكل زاوية قائمة فيهما معا هو هذا المستقيم، هو هذا المستقيم هذا البرتقالي. اذا باش نتاكدوا اكثر غادي نقيسوا هذه الزاويه هنا، اذا كنلقاو هنا زاويه قائمه، ثم هنا ايضا
فكلقاو زاوية قائمة، إذن فهو متعامد مع هذا المستقيم الأزرق والمستقيم الأحمر، إذن هو المستقيم البرتقالي. إذن المستقيم البرتقالي، ثم مستقيم متعامد مع المستقيمين الأخضر والأصفر. إذن الأخضر والأصفر فين المستقيم اللي متعامد معهما وكيشكل شي زاوية قائمة معهم بجوج؟ إذن غنشوفو غيكون عندنا هو هاد البني. إذن باش نتأكدو أكثر غنقيسو هاد الزاوية اللي دايرها مع المستقيم الأصفر. إذن لقصناها هكذا كنلقاوه مشكل زاوية قائمة مع المستقيم الأصفر، ونشوفو مع المستقيم الأخضر. إذن حتى مع المستقيم الأخضر فهو مشكل زاوية قائمة. إذن هذا المستقيم هو هذا، هو هذا المستقيم البني، هو هذا، وهذا اللي حطيت عليه القلم. إذن هو المستقيم البني. ثم مستقيم موازن للمستقيم الأحمر هو، إذا المستقيم الأحمر هو هذا، المستقيم الوحيد اللي كيوازي هنايا هو هذا المستقيم الأزرق، هو غادي معاه دائما، ما عمرهم غادي يتلاقاو ودائما كيحافظوا على نفس المسافة بيناتهم. إذا هو المستقيم الأزرق. ثم مستقيم موازن للمستقيم الأصفر، إذا المستقيم الأصفر هو هذا، المستقيم اللي كيوازيه هو المستقيم الأخضر، هو هذا، ما عمرو غادي يتلاقى معاه ودائما كيحافظوا على نفس المسافة بينهما. إذا هو المستقيم الأخضر. إذا هو المستقيم الأخضر. التمرين الأول الصفحة 19. إذن أرسم مستقيما يمر من النقطة الحمراء ويكون عموديا على المستقيم الأزرق. إذن غرسم مستقيم كيمر من هذه النقطة الحمراء وخصو يكون عمودي على هذا المستقيم الأزرق. إذن غنستعملو الكوس في جميع الحالات. إذن غنوضعو الكوس هكذا حتى يكون لنا واحد الزاوية قائمة، هكذا. منين يكون لنا زاوية قائمة غنشأو المستقيم ديالنا كيمر من النقطة الحمراء وكيكون عمودي على هذا المستقيم الأزرق. باش نعرفوه بالفعل عمودي عليه كنلقاوه كيكون لنا زاوية قائمة، أربع زوايا قائمة مثلا هنا، إلا قصناها غنلقاو زاوية قائمة، ونفس الشيء هنا أيضا إلا قصنا غادي نلقاو زاوية قائمة. ثم أيضا الآن غنرسمو أيضا واحد المستقيم عمودي على المستقيم الأزرق ويمر من النقطة الحمراء. إذا هكذا إذا بحال هكذا أيضا كيكون لنا هنايا زاوية قائمة، أو لا يكون لنا أربع زوايا قائمة. هاي لقصناها هكذا بالكوس غنلقاو عندنا واحد الزاوية قائمة هنا، ايضا هنا الى قصناه غنلقاو زاويه قائمه، هنا ايضا حتى هاد الزوايا حتى هي راه زاويه قائمه، ونفس الشيء حتى في المستقيم العمودي اللي رسمنا الاول. اذا كيكون لنا اربع زوايا قائمه. ثم هنا ايضا غادي نقادو الكوس هكذا مزيان بحال غادي نكون واحد الزاويه قائمه هنا في هاد الزاويه، ونرسمو المستقيم ديالنا اللي كيمر من النقطة الحمراء. إذا هذا أيضا فغادي يكون كيكون لنا بالضرورة زاوية قائمة هنا وهنا أيضا وهنا أيضا وهنا أيضا زاوية قائمة، إذا أربع زوايا قائمة. ننتقل إلى التمرين الثاني. إذا أضع علامة تحت كل شكل له
ضلعان متوازيان وألون هذين الضلعين باللون نفسه. إذا غنشوف هذا الشكل الأول. إذا هذا الشكل الأول فالأضلاع ديالو باش نعرفوها متوازية غنقيسو واحد النقطتين من الضلعين هنايا ونشوف واش غيحافظ لينا على نفس المسافة. إذا لا مشينا لهنا كنلقاوه ما حافظش لينا على نفس المسافة كما تلاحظون. إذا هنا عندنا مثلا هاد المسافة اللي خدينا من هنا ليست هي نفسها اللي غنلقاوها هنا. هنا كبر المستقيمين كبرت المسافة بينهما وبالتالي فهما غير متوازيان. بينما غنقيسو هادو هنا إذا عندنا هاد المسافة غننتقلو لهنا ونقيسوهم غنلقاو نفس المسافة مازالين محافظين عليها. نشوفو هنا أيضا محافظين على نفس المسافة. إذا هادو مستقيمان متوازيان سنلونهما بنفس اللون. سنلونهما مثلا بالأزرق ثم هذا أيضا نلونه بالأزرق ونوضعه علامة هنا. ننتقل أيضا لهاد المستقيمين لهاد الشكل غنقيس هاد المستقيمين. إذا هاد المسافة بيناتهم غنقيسها هكذا وننتقلوا لهاد النقطة غنلقاو حافظ على نفس المسافة. هنا أيضا تم الحفاظ على نفس المسافة. إذا هما مستقيمان متوازيان. إذا غنلونو هاد الضلعين. إذا هاد الضلع هذا فهو يوازي هذا الضلع ونضع تحتهما علامة هكذا. ثم هاد الشكل الأخير راه باين هاد المستقيم هذا لا يوازي هذا المستقيم أيضا حتى هذا راه ما كيوازيش هذا. نمشيو للتمرين الثالث. إذا أرسم مستقيما يمر من النقطة الحمراء ويكون موازيا للمستقيم الأزرق في كل حالة. إذا هنا أيضا غنحتاجو الكوس غنرسمو واحد الزاوية قائمة هنا إذا هنا خص تكون عندنا واحد الزاوية قائمة هكذا. هذا غير المستقيم نعتبره غير مستقيم غير ليس مهما هذا ديال اللي غنرسمو فيه هذا المستقيم العمودي. هذا غير باش نجيو غادي نرسمو هنايا ايضا واحد الزاويه قائمه هنا هكذا. هكذا خص تكون عندنا واحد الزاويه قائمه هنا هكذا. وحتى هنايا تكون عندنا ايضا واحد حتى هنا تكون عندنا واحد الزاوية قائمة هنا أيضا. وعاد غادي نرسمو المستقيم اللي كيهمنا هو هذا. إذا المستقيم اللي كيهمنا هو هذا هو هذا اللي رسمنا. ثم أيضا في هاد الشكل الثاني ايضا غنرسمو واحد المستقيم يكون نرسمو هنايا واحد المستقيم عمودي مع هذا المستقيم الازرق هكذا. نديروه دابا غير متقطع هكذا حيت ما كيهمناش وغنديروا هنا واحد الزاويه قائمه معه. ثم ايضا من هذه الجهه الاخرى غندير واحد الزاويه قائمه هنا ايضا. وعاد رسمو المستقيم اللي محتاجين لان هذا هو المستقيم اللي كيوازي هذا المستقيم الازرق. ثم ايضا حتى هنايا نفس الشيء غادي نرسمو واحد المستقيم عمودي على هذا المستقيم الازرق. اذا غنرسموه هكذا. هنا غيكون كيكون لينا زاويه قائمه.
ثم هنا ايضا غنرسموا واحد المستقيم كيكون لنا واحد الزاويه قائمه هنايا. ثم هنا ايضا تكون عندنا واحد الزاويه قائمه، وعاد نكملوا الرسم ديال المستقيم اللي كيوازي المستقيم الاحمر وكيمر من النقطه، او كيوازي المستقيم الازرق وكيمر من النقطه الحمراء هكذا. ومن بعد هذا المستقيم هذا ممكن نمسحوه، نمسحو ايضا هذا ونمسحو ايضا هذا. اذا الى هنا ننهي تمارين هذا الدرس، نلتقي في فيديو خاص بالدرس المقبل إن شاء الله. شكرا لكم وإلى الملتقى بحول الله.